دعوة من منظمة دار السلام، وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الخيرية من مختلف المحافظات. بهدف إشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في تعميق رسالة السلام والإخاء وإرساء دعائم الألفة والمحبة، نظمت منظمة دار السلام الملتقى العام للجمعيات الخيرية ودورها في تعزيز التماسك الاجتماعي بمشاركة جمعيات خيرية من مختلف محافظات الجمهورية أهمها الجوف ومأرب ولحج وأبين. نهدف من هذا الفعالية إلى تعزيز دور الشراكة مع المنظمات الخيرية بالذات الدينية في مجال تعزيز ثقافة التسامح والسلام ونبذ العنف. تعزيز دور النشاط الاجتماعي وتفعيل الجمعيات الخيرية في مكافحة الثار وكل المظاهر التي تخل بالسلم والأمن الاجتماعي هو أهم ما ركز عليه في هذا اللقاء، حيث أكدت الجمعيات والمؤسسات المشاركة استعدادها لحمل رسالة تعزيز قيم السلام وإشاعة روح المحبة والتسامح في أوساط المجتمع. احنا في أبيان نريد أن نبعث برسالة السلام، خصوصا مع الأزمة الحالية الموجودة والأوضاع الملتهبة في المحافظة، بأنها محافظة يعني فيها من الناس الطيبين وهم الأغلبية، يعني هناك صح إشكاليات وقعت وكذا، لكن أهل أبيان هم أهل سلام وأهل حب وأهل وفاء. حضر الفعالية عدد من قيادات منظمات المجتمع المدني، وفي الختام كرمت المنظمة الجهات الداعمة والمانحة والمتطوعين الذين ساهموا في تعزيز رسالة السلام في ربوع الوطن. السلام لأهل السلام، على هذه الفعالية تكون خير رسالة لأولئك الذين يحاولون زعزعة أمن واستقرار هذا الوطن الغالي. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء. في صفحة المتفرقات